خرجت منذ أيام قليلة تقارير صحفية أرجنتينية تتحدث عن إمكانية ضم إنتر ميلان الإيطالي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني. هذا وتحدث ألتو بيلي أسطورة كرة القدم الإيطالية عن رأيه في بقاء ليونيل ميسي مع برشلونة وعن وجهة نظره في بعض الأسباب التي تجعل ميسي ينتقل إلى إنتر ميلان. ألتو بيلي يعتقد أن ميسي سجل القليل من الأهداف ضد الإيطاليين ويجب أن يثبت جدارته ضدهم، وكشف أنه خاطب ميسي وقال له تعال إلى الإنتر للتنفس في كرة القدم الإيطالية واللعب مع لوتارو مثل ما تريد، وأكد له أنه من الممكن أن يأخذ نفس الراتب الذي يريده مع الإنتر. انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى إنتر ميلان سيعيد بكل تأكيد الدوري الإيطالي ليكون أشهر وأقوى الدوريات ليس في أوروبا فقط بل للعالم.